إرهاب الخمسينيات والقواسم المشتركة ما بين إرهاب الخمسينيات وإرهاب الجماعة اليوم. هو 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 يمكن يمكن أنا يعني نسيت أجيب معايا نص بيان الحل الأول وأنا بدعو الناس إنها تقرأ البيان الحل الأول لوكيل الداخلية عبد الرحمن عمار رهيب شيء رهيب إنك تقري وتقارني بين اللي عملوه مع جمال عبد الناصر م. وحتى بعد ما خرجهم من السجن 1960 م. يعني هو خرجهم من السجون 1960 مش بس كده وسمح ان هم يرجعوا وظايفهم وسمح ان هم ياخدوا مرتبهم باثر رجعي م. من 60 ل 65 كان سيد قطب بيدبر وهو في السجن للازمه الثانيه اللي م. هي ازمه 1965 وحضرتك تقري مذكراتهم هم محاوله لاغتيال عبد الناصر في القطار، محاوله اسكندريه، محاوله لاغتياله في اسكندريه، محاوله لاغتياله في شارع الخليفه المامون وهو راجع بيته، جماعه دمويه بكل ما تحمله هذه الكلمه من معنى. البيان ال 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 الحل الاول لما تقارنيه ببيان الحل بتاع جمال عبد الناصر، لما تقارنيه ببيان الحل بتاع 2013 ممكن الانسان يندهش جدا. هو هو هتختلف الاماكن بس، مم. يعني اذا كانوا بيرموا الاولاد من فوق السطوح من مبنى معين او من مدرسه من فوق سطح مدرسه مم. معينه، اه هم بيرموا برضه الاولاد من فوق اسطح مدارس في محافظه المنوفيه او البحيره او غيرها. مم. العنف ده والتخطيط للاغتيال والاتهام المباشر بالعلمانيه وبالكفر ده جاهز عند قاده هذه الجماعه. صحيح.